مرحبا مواليد برج الجدي، معكم كارمن شماس. بدي احكيكم عن الاسبوع اللي بيبدأ الاثنين 29 نيسان ابريل وبينتهي الاحد 5 ايار مايو. هيدا الاسبوع بعتبره اسبوع كتير مهم لإلكن، لانه في عنا مواقع فلكية مهمة. بهيدا الاسبوع في عنا بداية جيدة لإلكن، بداية نشيطة لإلكن، بداية حلوة. ما تنسوا انه الشمس بكل هيدا الاسبوع، الشمس مرافقتكم من برج صديق جدا 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 لإلكن، يلي هو برج الثور. الشمس بمطلع الاسبوع في عنا بداية مساعدة متعاطفة معكم من برج الحوت، وفي عنا ايضا بنهاية الاسبوع المفاجأة الكبيرة الحلوة الخبر الاحلى، وهو القمر الجديد ببرج الثور. كيف رح بيكون هيدا الأسبوع؟ يلي هو أسبوع مناسب جيد، تعاطف، تقدم، ركض، مساعي جيدة، انفراجات ومسائل عاطفية وشخصية إيجابية. الاثنين والثلاثة تنهو شهر نيسان أبريل بتسارع للأحداث، كأنكم بهاليومين بتقدروا تخلصوا كتير 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 أمور كانت ناطرة عنكم بالأدراج بالجارور يعني، وناطرة منكم انكم تخلصوها وبتقدروا تخلصوها. الطاقة اللي بتتمتعوا فيها طاقة ممتازة ممتازة، سريعة، ذكية. اهم شيء مش انه سريعة، مش دايما السرعة معناتها امر ممتاز. السرعة اللي بتتمتعوا فيها هي سرعة بناءة، ذكية، منطقية وموضوعية اذا ركزتوا، وناجحة جدا جدا جدا، بتوصلكم لأعلى النقاط، وبتقدروا تختموا شهر نيسان أبريل وراسكم مرفوع. وصدقوني يومين لازم تشتغلوا فيهم من كل قلبكم، احكوا، اكتبوا، وضحوا، تواصلوا، بعتوا إيميلات، عملوا واجباتكم. تنين والثلاثة. الأربعة يوم مقسوم إلى قسمين، القمر موجود ببرج الحوت الصديق يلي بياخد كل هالتأثيرات الحلوة لمن يوم الاثنين والثلاثة، بتكمل معه الأربعة للساعة 1:25 توقيت بيروت الصيفي، يعني 10:25 صباحا توقيت العالمي. يلي عم يتابعني من القارة الأمريكية كل يوم بيكون القمر ببرج الحمل، بمناطقنا بيكون بعد الظهر مساء القمر ببرج الحمل. لما القمر بيكون ببرج الحمل بالنسبة لمولود برج الجدي، بلشت الضغوط والمسؤوليات عنده تظهر. لكن انتبهوا، الشمس موجودة ببرج الثور، يعني الشمس مشرقة، ما في كوارث إلا إذا أنتوا أزمتوها وفعلا أخذتوا الأمور وبلغتوا فيها. الأمور العاطفية أو الأمور المنزلية والعائلية، الأهل والولاد وشريك الحياة، ما ضروري أبدا تأزموها. نوعية الوقت للاهتمام بهالأمور، لا تعطوها أهميتها، بحاجة لاهتمامكم، أنتم بحاجة لاهتمامهم أيضا، كل الناس بحاجة إلى رعاية والاهتمام وحدا يهتم فيهم ويعطيهم من وقته. يمكن منزلكم بحاجة لاهتمام. نفس الجو بيكمل الخميس والجمعة وين ما كنتوا بالعالم. القمر موجود ببرج الحمل، بيتكن، عقر داركن، هنالك راحة، هنالك تعاطف، هنالك اهتمامات، هنالك قعدة بالبيت مع العيلة. هلأ بعض مواليد برج الجدي يمكن يكون في عندهم بعض القصص والحكايات العائلية والشخصية، لكن برجع بطمن لكم بالكم مش بالضرورة تأزم. يمكن في بيبي جديد، يمكن في احتفال، يمكن عم تنقلهم بيت لبيت، يمكن عم تستقبلوا زوار. المهم انتو موالي برج الجدي تتعاملوا مع الناس من حولكم بطريقة هادية ورايقة. السبت والأحد أجمل يومين بهالأسبوع، لأنه في عنا قمر جديد من برج الثور. بيخلق هالقمر الجديد السبت الساعة 11:15 مساء توقيت العالمي، أي الأحد 5 أيار مايو 2:15 فجرا توقيت بيروت الصيفي. عنا قمر جديد ببرج الثور، فرحة كبيرة عندكم، وكأنه في كادو
هدية وصلت لكم موالي برج الجدي، إن كانت خبر حلو، إن كانت تطور، إن كانت مفاجأة، إن كان حدث، إن كان نجاح، إن كان إنجاز. اطلبوا وتمنوا من أجمل الفترات بشهر أيار مايو، وبتعوضوا فيه عن الكثير الكثير من الوقت الضائع. مكافأة لألكم، اشتغلوا على أهم نقطة عنكم إياها. بدكم تتصالحوا مع أحبائكم، بدكم تزبطوا الأمور، اشتغلوا عليها، اشتغلوا عليها، ما بتندموا. كتير من المواليد محظوظة هالأسبوع بشكل خاص 25-26 ديسمبر، وأيضا هيدي من طاقة كوكب أورانيوس، ويلي عنده حظ حلو من كوكب الشمس هي مواليد 30-31 ديسمبر 1-5 كانون الثاني يناير. بدي أتمنى لجميع مواليد برج الجدي أسبوع موفق، نهاية شهر نيسان حلوة، انطلاقة شهر أيار مايو جميلة جدا. ودعكم إلى اللقاء، وما تنسوا تتابعوني بالأبراج اليومية كل يوم الساعة 6 مساء توقيت بيروت الصيفي. باي باي.